هلا اول شيء عندي الكرز، اهم شيء نكون قايمين البذور منه بهاي الطريقه. كرز من غير بذور، بعدين بنعصره بالخلاط، بصير عندنا هيك شكل عصير الكرز، ولا شيء حطينا معه. ممكن نضيف بس يعني تقريبا لكيلو الكرز ثلث لربع كوب مي، بس مش اكثر. اوكي، اثناء الخلط هلا رح نحط العصير في الطنجره مباشره، نخليه يغلي معنا. اوكي، في عندي لحمه مفرومه، طبعا لازم تكون لحمه خروف، اذا فيها شويه دهنه بيكون افضل، دائما الكباب والكفته بتحب الدهنه. ففي عندي التتبيله تبعتها رح تكون هيها الملح. اول اشي طبعا رح نحط الملح، ورح نضيف فلفل اسود. هلا هو الكباب بالكرز ما في فستق جوا عجنة اللحمة، ولا وين؟ أنا بس هاي إضافة من عندي. يعني بحب طعم الكفتة بالفستق المجروج، فرح أضيفها مع هذا، طلعت كتير زاكية. هلا هو بيعطي طعمة على حلاوة روان؟ حامض حلو، حامض حلو، حامض حلو. هي هلا عم نضيف البهارات المشكلة، حطينا ملح فلفل أسود البهارات المشكلة، رح أضيف بودرة البصل كمان، ما استعملت بصل مفروم عشان تضلها حبات الكفتة أو الكباب عندي متماسكة، وممكن رشة خفيفة من الفلفل الأحمر الحار، في الحلبي كمان منه المعروف اللي هو الفلفل الأحمر الحار. رح نحط كمان الفستق المجروج زي ما حكينا، هذا الفستق دائما بحطه في اي كباب بعمله، ما بحب الطعم كثير. هلا رح نكور حبات الكباب هيك. أيوة. اذا كان في عنا عم نشوي على الفحم ممكن نشكهم بهاي الطريقه، نعملهم دوائر، نشكهم بالسيخ ونشويهم على الفحم، بيطلع اسكى واسكى بكثير طبعا. زاكي على الفحم. هلا بنحط قطع اللحمه هاي الطبات في الزيت. يلا يلا، شو رايك نروح للتعليقات ونشوف حبايبنا اللي بتابعونا من كل مكان؟ رحب فيكم ونسالكم سؤالنا لليوم، هو هل انتم من الناس المسرفين بالمي او اقتصاديين بالمي؟ طيب احنا من هلا بعدين انا بس بدي احط عبين ما اللحمه كمان تستوي، بدي اضيف عصره ليمونه على الكرز اللي عندي، عصير الكرز. وبدي اضيف السكر. لازم سكر، لازم سكر. و رح اضيف شوية مي. اوكي هلا هيك بنحركهم منيح، برضه بنخليهم يغلوا. الليمون رح يحافظ لنا شوي على اللون، والسكر كمان رح يعطي طعم. هلا رح اضيف الكرات الكباب للصوص هذا. يا سلام. لا لا انا هاي مش ماكلتها. لا هلا بعد مش ماكلتيها. هلا بتشوفي كيف بتطلع شكلها النهائي وطعمها. كباب بالكرز والفستق، رح نحتاج لكيلو من الكرز، نص ليمونه معصوره، 1.5 ملعقه صغير ملعقه طعام من السكر، نص كيلو لحم خروف مفروم، نص ملعقه صغيره بودره البصل، ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود، 2 ملعقة طعام فستق مجروش، وزيت قلي، نعناع طازج أو صنوبر، وفستق خبز مقطع مثلثات، هاي كلها للتزيين.